20%، 30%، وحتى 50%، أرقام ستصادفونها هذه الأيام، وإلى غاية 31 من شهر أوت تزين واجهات المحلات التجارية معلنة انطلاق فترة السولد الصيفي. تخفيضات جعلت المحلات تكتظ عن آخرها، فالبعض ينتظر هذه الفترة خصيصا لربح بعض الدنانير، وهو يقتني ما يريده من منتجات. خليه ودرا من صوت جل كسوة الدراري باش على العيد، على سمعنا كاين لي صوت شفنا في هنا، جينا مسكي كدا باش نكسيوهم، والحمد لله بصي نعمة مرة فرحة لينا مزاهين وكلش. بون شري دي بول بور لي كارسون للعيد، سافا بور لانستون ملاح. أنا اللي دخلت ليهم سافا. فوالا. ce qui concerne les garçons les enfants انا نشوف في لي سولد كاينين لي سولد لهنايا منهم حوايج تاع سبور، شغل انا نحب انسان سبورتيف نحوس على حوايج تاع سبور منها وندير لي سولد الله يبارك وراي في لي بري ملاح الحمد لله. وبالرغم من خفض المحلات لاسعارها فلبعض الزبائن راي مغاير في السولد وكيفيه تطبيقه من طرف اصحاب المحلات. On voit, ils mettent des affiches, ils mettent de la publicité comme quoi c'est moins 30, moins 20, moins 50% et tout, de solde. Mais c'est pas vraiment appliqué, c'est pour attirer. سمعت باللي سولد جينا من عنابة هكا عن بالك صيف وتحواس وواحد جينا باش نشوفوا مي ما لقيناش حاجة توجور لا ميم شوز. الحق مش ريزونابل يعني. فترة السولد أصبحت موعدا ينتظره الكثير من الجزائريين كونها تسمح لهم في بعض الأحيان باقتناء منتجات لم تكن في متناولهم بأسعارها العادية، غير أنه من الضروري تكثيف الرقابة من طرف وزارة التجارة لكبح بعض التلاعبات والحيل التي يقوم بها تجار لتغليط الزبون.